السلام عليكم العزاز الأميرة قصري، كدايرين بخير؟ كاملين كلشي مزيان؟ فوالا كتشوفوني دابا كندير سبور باش نهضر معاكم بخاطري. ولا العزاز أميرة قصري، بغيت نعمل هذا الفيديو باش نشكر جريدة أصوات على البادرة اللي دارتها من أجل سلامة المواطن المغربي. بالحقيقة أنا بكوني كنعيش يعني في أوروبا، مجالية المغربية اللي كنعتز بالوطن ديالي الحبيب، أنا كنفتخر بكوني مغربية وكنعتز بأحسن ملك عندنا اللي جعل الدول كلها كتهضر على 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 الملك ديالنا. فريمون شابو وتحيه كبيره للمنصور بالله جلاله الملك محمد السادس نصره الله. والكبيره تميره قصري، خليكم في ديوركم كما كتشوفوني. تانا راني راه الناس راه سمحت في المشاريع ديالها وسمحت في الخدمه ديالها غير من اجل السلامه ديالنا والسلامه ديال المواطنين. وكنشكر كذلك السلطات اللي قايمين دايرين اكثر من الجهد ديالهم وتعاونوا تعاونوا حتى نتوما، ما تبقاوش تقولوا راه حتى انا خصني نخرج، لا قنط لا قنطه تحت الله. مثلا السيدات ينوضوا، هذه هي البادره باش يبقاو يهتموا بريوسهم، يديروا سبور، ماشي بالضروره تكون عندكم العصاب والسبور، واخا غير هاد كوردا سوتي الحبل. حنا كبرنا بهاد الحبل في المغرب، حاجه اللي يكون عندك في الدار حاولي تعبي به شويه، ديري لي غسال، تهتمي بالجمال ديالك. راه هاد الشيء اللي عطانا الله سبحانه وتعالى راه فيه خير لينا، كل ما صابنا هو في صالحنا. والله يخلي الشعب المغربي دائما في امن وامان. وتحيه للفنانه امينه قصري اليكم جميعا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.